يا فرح. نعم. طنجرة التيفار وينها؟ شو بدك؟ طنجرة التيفال وينها؟ ما عم لاقيها. اجت لما هداك اليوم استعارتها. هاد مقلب كاميرا خفية شي؟ عم تمزحي معي ما؟ لك لا، قالت لي انه عندها عزيمة وناقصة طناجر، امرتها اياها، وين المشكلة؟ لك انت لسه ما حرمت تعيريها غرض؟ هلا كالعادة، هاتي عمر لترجعها بقى. لك شبك، هلا بدق لها وبقول لها عاوزتها وبترجعها. ليش حضرتها بدها عزيمة لتردها؟ مستحية يعني تخلص منها وتردها منها لحالها ولا كمان بدها تطيلس عليها؟ لك شو الطيلس ما الطيلس؟ هلا بحاكيها وبترجعهم. ايه؟ مثل ما رجعت سخانة الكهرباء وغلاية القهوة وكنزتك الرمادية حبيبتي اللي جبت لك اياها. عم تمزحي؟ هدول كلهم عندها؟ لك صح؟ وأنا قاعدة عم دور على الكنزة وماني عم بلاقيها ونسياني إني عايرتها اياها. هلا هلا بحكي معه وبخليها ترجعهم كلهم سوا. او ابي قلي لها تجيبهم شغالين مو مثل عادتها. ويا فرح اذا لسه بتعيريها غلط الله يعينك مني. لك شبك ندى، ما بعرفك اندبورية هيك. لا حبيبتي اندبورية لانه هي المخلوقة ما بتنعار غلط، واذا ردتها بده يرجع على الكب. يو شو عم تحكي؟ لك ما هديك المرة عرت المكواية ردت لي اياها كلها مزفتة من تحت وسفلة محروق، نزعت لك الاواعي. يو هي اللي نازعتها طلعت؟ لكن انا ولا هديك السنة قتلت حالها بدها بلوزتي البيضة ما حلت عنا لعرت اياها، قامت استعارتها بأول الصيف بتقوم بترد لي اياها بعد 4 شهور انا وعم ضب الصيفي، لقوا كلها مبقعة ومهترية وعملت لها مصحة للأرض. يو يعني والله انا ما فكرتها هيك، بتطلب الغرض بقول اخطي، هي ما بتقصر معنا لما نحن بنحتاجها. حبيبتي اكيد ما بدها تقصر، لأنه نحن بنستعير الغرض من عندها بيكون منزوع ومنشح، وبناخذه ومننطفه وبنرد لها اياه شغال. هي هالمرة استعرنا منها غاز سفير وطلع بده تغيير فالي، غيرنا لها اياها مو محرزة ورجعنا لها اياه نظيف ومصلح ومعبى لانه نحن فينا ذوق. يعني مو معقول نرجعه غير هيك. وشنطات السفر وقت استعرناها منها كان سحابه منزوع ورحنا حطينا عليها هديك الحسبة لنصلح لها اياها. ولا عصارة الجزر ما عرفنا اياها كلها منشحة، اي والله رديتها عم تضوي ضوي. ولا الفير تبع الشعر عطتنا اياه طلع مو شغال، واخذناه على مصلحة العشريط وكله منزوع بدلنا له اياه كامل وردينا له اياه عم يشتغل. ايه هي ايدها مالحة على الاغراض، حتى على اغراض بيتها هيك. هي ما اسمها ايدها مالحة، هي وحدة شرنة ولازم الواحد لا يعيرها ولا يستعير منها. ايه يمكن هي ما بتعرف تدير بالها على اغراضها. ايه بس مو يعني شرنة انت التانية. خير ان شاء الله. بس الله يعينك يا فرح، إذا بدها ترجع طنجرة التيفال مقحوطة. لا لا خلص أنا عندي الموضوع، بكرة بتجيك الطنجرة بتكون عم تقلك ها شوفيني ما أحلاني. إن شاء الله رح تجيبي لي الجلطة. الخلاط وينه؟ الخلاط؟ ايه الخلاط. خلاط لا تقلي لي عايرتيها يا. لك مو هي كمان كرمال العزيمه تبعها قالت لي بدها تساوي شوربه، قلت بعيرها الخلاط حرام، نحن هاليومين ما بدنا اياه، ما انا بعاسته. خلص خلص هلا بحاكيها وبشغله ساعه كل الاغراض بتكون مخلوقه عندك. فرح روحي من وشي بسرعه. راح الخلاط. يعدمني اياكي يا فرح.